عايز مباشره مره اخرى الى زميلي العزيز كريم احمد. مساء الخير يا كريم، في البدايه برحب بيك وعايز اطمن منك على اخر الاخبار واخر الاخبار عندك بالنسبه لبعثه الفريق قبل 72 ساعه من مباراه العوده ان شاء الله. مساء الخير عليك طبعا زميلي العزيز محمد سعيد، برحب بيك في البدايه وكل التحيه لكل جمهور النادي الاهلي. نقدر نقول اليوم الثاني على التوالي هنا في بريتوريا جنوب افريقيا واستعدادات على قدم وساق بالنسبه لفريق النادي الاهلي والجهاز الفني للمباراه الهامه والمنتظره لكل جمهور النادي الاهلي. النهارده محمد كان البرنامج الخاص طبعا بفريق النادي الاهلي، انت عارف طبعا قرب المباراه ان هي الساعه 3 عصرا، فيمكن البرنامج الخاص بوجبات الفطار والغذاء والكلام ده هيكون في امور تعديليه شويه. يعني نقدر نقول النهارده كان 8:30 كان الفطار فري اختياري بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، لان انت عارف المجهود كان كبير جدا بالنسبه للسفر وتواجد لعيبه النادي الاهلي ثم للتدريب. النهارده 11 صباحا كان وجبه غداء، ثم اختتم بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي بواحده ظهرا هي محاضره فنيه اتكلم على اكثر من نقطه في هذه المحاضره. التركيز لابد يكون جيد جدا، اتكلم على بعض الثغرات وطريقه اللعبه هتكون عامله ازاي نظريا على اساس ان هو يطبقها النهارده في التدريب الرئيسي والاول لفريق النادي الاهلي. يمكن اكدنا محمد امس وقلنا ان امبارح كان تدريب خفيف، ما كانش فيه جرعات تدريبيه او تكتيك بشكل عالي، لكن النهارده نقدر نقول كان في حماس كبير جدا. افتتحها الكابتن سيد عبد الحفيظ حقيقه في بداية بتحفيز كبير كعادته طبعا للعيبه النادي الاهلي، شد من ازرهم بشكل كبير نلعب باسم النادي الاهلي، الرجوله والمكسب وشخصيه النادي الاهلي ده امر مهم جدا، ويمكن كل اللعيبه خدت عهد على نفسها زميلي محمد ان شاء الله باذن الله ان هي تكون على قدر المسؤوليه في المباراه لاستقام يوم السبت القادم بمشيئه الله. النهارده كمان يعني كنا منتظرين نشوف علي معلول في جزء من التدريب حتى لو تدريجيا، لكن يمكن اكد طبعا الطبيب احمد ابو عبله ان في تاني شويه على علي معلول، ممكن يكون يعني في تحفظ عليه بالنسبه للدفع بيه تدريجيا، لكن ان شاء الله باذن الله علي يكون متواجد. النهارده بقى اللي ظهر بشكل مميز جدا ورائع وهو حمدي فتحي. يعني حمدي فتحي اقدر اقول لك النهارده ظهر بشكل قوي جدا. حمدي مكسب كبير للعيبه النادي الاهلي، وجوده محمد في التشكيل او يكون متواجد مع لعيبه النادي الاهلي اكيد امر بيسعد الجهاز الفني بشكل كبير، لكن لسه منتظرين سعد سمير كمان يخش في الاجواء. لكن بشكل عام النهارده التدريبه كانت قويه جدا. في بعض الامور الخاصه في التكتيك بيحاول بيتسو موسيماني، لان انت عارف هي مباراه العوده مباراه 90 دقيقه مختلفه عن الاولى محمد، فيمكن الراجل هيحاول من اللي احنا شايفينه طبعا، انت عارف طبعا اسرار التدريب والامور دي بتبقى خاصه بالجهاز الفني واللاعبين، لكن من رؤيتنا في بعض الامور يمكن الراجل بيحاول ان هو يكون في تكتيك معين وشكل معين سواء في الدفاع او في الهجوم، لان يمكن الراجل قاري بشكل كبير جدا. انت عارف محمد صن داونز ثغراته وكل الامور خاصه بيه طريقه اللعب ازاي، اللاعبين طبعا المميزين عندهم سواء سيرينيو او غيره، فيا رب ان شاء الله يكون موفق في التشكيل الامثل يوم السبت، وان شاء الله كمان تقدر اللعيبه تستوعب كل الجمل التكتيكيه سواء نظريا في المحاضره وتطبيقها ان شاء الله في التدريبات. يمكن لعيبه النادي الاهلي حقق انتهاء التدريب مباشره على فندق الاقامه، الاجراءات الاحترازيه يمكن اتكلمنا عليها اكثر من مره، فالامور الحمد لله محمد طيبه. يتبقى بقى ان شاء الله دعاء كل جمهور النادي الاهلي توفيق النادي الاهلي في المباراه القادمه. طيب عايز اسالك يا كريم في جزء جزئيه، وعايز اقول لك انا بطمن لما بتطلع معايا بالزي الشتوي، انا بطمن ان شاء الله باذن الله لغايه يوم السبت ما يكونش فيه رطوبه والجو ساعة كده كويس، جو اوروبي يبقى حلو قوي في المباراه ان شاء الله. لكن الجو الحمد لله مناسب. عدد المحاضرات اللي بيعقدها بيتسو موسيماني مع الفريق على مدار اليوم هل بتبقى اكتر من محاضره نظريه؟ ايضا كمان الجزء اللي عايز اختم معاك عليه هو المتعلق بالبابل، نظام الفقاعه الطبيه، ممنوع دخول او خروج اي حد من افراد البعثه في حظر كامل على الفريق طول ما هو موجود في فندق الاقامه، والتحرك للتدريب والعوده للفندق مفيش اي تحركات، ونظام البابل بيتطبق في هذه الجزئيه او في هذا المعسكر. بالتاكيد يا محمد طبعا اقدر اقول لك الجو مميز جدا، وبنتمنى كمان يعني مع مرور الايام يفضل الجو بالحاله اللي احنا فيها دي، في بروده شويه مفيش رطوبه مفيش شمس قويه زي ما احنا متعودين، فيا رب ان شاء الله نقدر يوم المباراه يكون الجو بنفس الشكل اللي احنا شايفينه. والامر الخاص ببيتسو موسيماني ومحاضراته المكثفه مع لعيبه النادي الاهلي، يعني مع كل محاضره محمد بتنتهي من بيتسو موسيماني لعيبه النادي الاهلي بتعقد محاضره بقى مع نفسها، محاضره مصغره ويمكن كمان بتكون محاضرات تحفيزيه. اللعيب كل لعيب بيحاول ان هو يتكلم على اهميه المباراه، لابد ان احنا نعمل ليه 90 دقيقه نوزعها ازاي بمجهودنا. عايز اقول لك يمكن التركيز كبير بين اللعيبه ومن الجهاز الفني، ما بتبقاش محاضرات طويله من بيتسو موسيماني زي ما احنا عارفين، على قد ما هي بتكون محاضرات يعني قليله لكن فيها دعم كبير وفيها مسانده وفيها شرح بشكل كبير جدا للتكتيك اللي الراجل بيحاول يقوم بيه. الامر الاخير طبعا والخاص بالاجراءات الاحترازيه والفقاعه الطبيه، بالتاكيد يا محمد يعني يمكن دي تعليمات من قبل ما نكون متواجدين في جنوب افريقيا، لان يمكن قلنا قبل كده يمكن الكورونا منتشره بشكل كبير هنا، يمكن الكورونا الجديده، فهنا على طول بنطلع من الفندق على ملعب المباراه مدينه رياضيه ببريتوريا جامعه بريتوريا، ثم العوده مباشره على فندق الاقامه. يمكن اللعيبه بتحاول ان هي تقعد مع نفسها
بعد الفطار، بعد الغداء، بعد العشاء، دقائق بسيطه جدا، ثم الكل بيتوجه الى غرفه لخلق يوم جديد وخلق دوافع جديده لتدريب جديد بيكون الغداء. فالحمد لله الامور يا محمد حتى هذه اللحظه ماشيه بشكل طيب، لعبتنا مركزه وواضح عليهم التركيز بشكل كبير، لكن بنتمنى كمان كل مره ناكد على الامر ده محمد، لان في حماس كبير جدا في التدريب، فمش عايزين اي التحامات او اي اصابات تعوق النادي الاهلي خلال المرحله القادمه، لكن القادم يكون افضل ان شاء الله بالنسبه لعيبه النادي الاهلي باذن الله. زميلي العزيز كريم احمد بشكرك شكرا جزيلا، وكل التوفيق ليك ولكل زملائنا بالتاكيد البعثه الاعلاميه في تغطيه كواليس هذه المباراه.